السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الـ IFC، ودي صيغة لتبادل المعلومات بين برامج البيم. يعني ده امتداد أو صيغة أو طريقة أو يعني ملف تكست، لكن هو بيبقى فيه كل المعلومات بحيث ان انت تقدر تفتحه من برنامج آخر غير البرنامج اللي انت انشأته. طيب، هو أصلا كده كده الريفت فيه لما تيجي تقول له ان انت عايز تعمل امبورت أو اكسبورت أو اوبن في IFC، يعني هو كده كده الريفت اصلا فيه، زائد ان هو بيديك تولز او بيديك ادنس تقدر تسطبه عشان تصدر IFC بامكانيات اعلى شويه. ده مثلا IFC لما تخش على apps.autodesk بتلاقي ان في IFC للادرات كلها، في مثلا IFC analytic model، في IFC to room لو انت عندك ملف IFC ممكن تحوله لقلب روم في قلب الريفت، ممكن جاي من برنامج اخر. ففي تولز كتيره جدا بتتعامل مع الIFC. طيب، لو دخلنا على جيت هاب، الفكره كلها اوبن سورس، فبتلاقي ناس كتيره شغاله عليه وكل واحد بيعمل تولز اللي تسهل عليك ان انت تتبادل الملفات. ده كل ده ليه؟ عشان يحلوا مشكله الانتروبيلتي، او ان في كذا برنامج موجود ممكن يكون انت عايز تشتغل المعماري بالاركيكاد والتكلا انشائي وام اي بي ريفت زي ما انت عايز، فتقدر تتبادل المعلومات. لو ما فيش الاي اف سي هتلاقي كل واحد شغال في جزيره منعزله لوحده، فهتلاقي ناس كتيره شغاله في انها بتديك تولز مجانيه بتسهل عليك القصه ديت. طيب، تعال نشوف مثلا ده اوتوديسك عامله ريفت اي اف سي مانوال بتشرح لك ايه هو الاي اف سي والنت بتاعه ومين اللي عمله، وبيقول لك ان هو خاص بالبيم واللي عمله البيلدنج سمارت، ودي منظمه مكونه من الشركات اللي شغاله في المجال السوفت وير بتاع كونستراكشن، بحيث ان هي بتوحد طريقه التصدير من حاجه لاخرى. عندنا الاي اف سي واي اف سي زيب واي اف سي اكس ام ال، ده بيبقى فيه كالكوليشن، ده بيبقى مضغوط، ده اللي هو العادي، وطبعا في اصدارات، كل اصدار بيكون فيه تطور عن اللي قبليه، او في يعني في واحد من اخر اصدار مثلا بدأوا يحطوا الانفرا موجوده في قلبيه. هنا بقى بيشرح الاصدارات المختلفه، اي اف سي 4 ديزاين ترانسفير فيو، اي اف سي 2 3، ده اللي هو الملف بتاع الكوبي. يعني ممكن يكون انا مع قدام 4 واختار، لا انا هختار ده، تمام، او انا عايز ده عشان كوردينيشن وهكذا. بيقول لك ان هو الاي اف سي بيبقى فيه معلومات خاصه بالمشروع البروجكت، ولو المشروع ده مقسم لاكتر من سايت بيبقى كل سايت فيه برضه المعلومات بتاعته مستقله، البروبرتي بتاعتها موجوده، وفي البيلدنج لو في اكتر من مبنى، وبعد كده قسمها لفلورز، وبعد كده يقسم لإليمنت. كل حاجة فيها الكلاسز بتاعتها والتايب بتاعتها، لدرجة ان في بعض الناس بتاخد كل المعلومات وتكمل شغل عليها من برنامج اخر. يعني انت ممكن تشتغل على الاركيكاد ومش تعمل لينك، لا تفتحه على الريفت وتكمل شغل عادي. ده مش بيحصل دايما يعني، لكن ممكن في حاجه مشروع صغير حاجه زي كده. دي التقسيمه هيت، تمام، ان هو بيقسم العنصر لعناصر فيها كل الخصائص بتاعتها، يعني الفاير ريتنج ب F90، الاي اف سي اكسترنال بكذا، كل الخصائص دي بتاعت الحائط ده، بحيث لما بتصدروا اي برنامج بيبقى عنده كل المعلومات. لو انت عايز تعمل حصر، لو انت عايز تعمل حاجه، بيقول لك ان انت ممكن تحمله من ابس اوتوديسك او تحمله من سورس فورج. سورس فورج ده خاص بالبرامج الاوبن سورس المفتوحه المصدر اللي تقدر انت تحملها وتشتغل بيها بدون مشاكل خالص. الفيور طبعا كتير جدا، هنشوفهم مع بعض. بيقول لك ان انت لو فتحت الريفت تقدر تخش في انسيرت وتعمل لينك لملف الاي اف سي، تمام. طيب، لما فتح هنا خلينا نقول له ان احنا بندور على الاي اف سي، ساعات ممكن يكون اللينك اختفى او غيروا اسمه، اهو هتلاقي اف سي فور ريفت، ده تقدر تحمله مجاني ببلاش. نرجع للكتاب، دي الملف هو الاي اف سي، تقدر ان انت تعمله لينك وتقدر ان انت تدخله عندك في المشروع بتاعك عادي خالص، او تقدر تقول له اوبن وتقول له اي اف سي وتفتح الملف اي اف سي، واول ما تفتحه بيجيب لك رساله كل الناس بتدوس اوكي،
انما المفروض ان انت تقراها بيقول لك مثلا الاي اف سي كولوم التايب بتاعه هيبقى ايه وهكذا، ممكن تعدل فيها لو في حاجه مش في الكاتيجوري بتاعتها. يعني هو هنا مثلا بارت هتبارت تمام، ممكن تكون محطوط حاجه غلط تبدا تصلحها. هنا الاي اف سي اير تيرمينال هو هي فعلا هتحط في الاير تيرمينال بتاعتها بحيث لما تعمل سيلكت عليها تيجي مظبوطه في الكاتيجوري بتاعتها. ده الاكسبورت برضه نفس الفكره، بتتاكد ان انت هتصدر نفس الكاتيجوري بتاعتها اهوت، وممكن تقول له موديفاي سيت اب بحيث ان انت تشوف عايز اني اي اف سي. وبيقول لك هو كل واحد فيهم ايه الخصائص اللي فيه او ايه بيركز على ايه، وده هو الملف اهوت، تقدر تشوف كل المعلومات موجوده جوه. هنا بدا يفتح مثلا، طبعا احنا ما نفتحش التكست ونبص عليه، هو اوتوماتيك بنروح على البرنامج التاني ونقول له اوبن، بس لو انت عايز تبص على الصيغه بتاعتها بيبقى بالشكل دوت. والتولز اسمها بيم انتربريتي تولز، ومش معايا عشان ما حدش كل شويه بيقول لي لا هي اوتوديسك بقت مصعبه الموضوع شويه ان انت تقدر تتحملها، لازم يكون معاك نسخه اصليه. بيرخموا ما يخلوش نعرف نعمل كراك ولا نسرق ولا حاجه خالص، ربنا يسامح. تمام، اديشنال كونتنت برضو لو انت عايز تقول له مثلا صدر لي 2 دي كمان معايا، صدر لي اللينكات كملفات اي اف سي مستقله، صدر لي اي عناصر ظاهره في الفيو. بروبرت سيت اكسبورت ريبت بروبرت سيت عايز تصدرها ولا لا، البيس كوانتيتي دي الصيغه بتاعتها بيبقى العنصر وتحتيه الخصائص بتاعته. بحيث ان انت ممكن لما تفتحهم اي برنامج من اللي هم بيقروا الاي اف سي يقدر يديك كل المعلومات والداتا اللي انت عايزها. ممكن تعمل شيرد بارامتر وتدخل كل المعلومات الخاصه بالاي اف سي جواها، يعني تعالى مع عنصر تقول له اي اف سي كذا، بحيث ان انت تقدر تدخل الانفورميشن وتصدر معاك وانت بتصدر المعلومات. ده الوول هيبقى مثلا فيها الديفولت اي اف سي وول ستاندرد كيس والتعريفات بتاعته والالترناتيف تايب، ممكن نتعرف على ان هو حاجه ثانيه. طيب دي بقى الموقع ده خاص بالبرامج الاوبن سورس، فلو في اي برنامج سورس خاص بمجال الكونستراكشن بيبقى موجود هنا. خلينا مثلا نقول له احنا عايزين الاي اف سي، اي اف سي هجيب لك تولز كتيره جدا خاصه بالاي اف سي. هنا مثلا عنده جاب هو البلندر بيم والفريكاد ودوت سبيكال، ده بيخليك كذا برنامج تقدر ان انت تشتغل على واحد فيهم تلاقي كل شغل ظهر على حاجه ثانيه، يعني ممكن تشتغل على الراينو وهو ياخد نفس الشغل ده ويخلوا لك يظهر على الريفت. تمام، ده ملفات هي الاي اف سي اندستري فاونديشن كلاسز اي اف سي، كل الصفحات المتعلقه بالاي اف سي. ده برنامج اسمه دي دي اس كات، ده من البرامج الكويسه اللي تخليك تقدر تفتح ملف الاي اف سي وتشوفه بشكل كويس. وبرضو البرنامج دوت اللي هو بيم كولاب، ده من البرامج برضو اللي تخليك تشوف المشروع بتاعك اي اف سي بشكل كويس. يعني لو انا عامل المشروع ده بالريفت والاركيكاد وكذا برنامج ومش معايا ولا برنامج فيه مع كمبيوتر، اي برنامج من دول برامج صغيره في الحجم تقدر تسطبهم بسهوله ومجانيين، تقدر انت تشوف المشروع بتاعك. تمام، دي نظره عامه على الاي اف سي، وهسيب لكم الروابط كلها، اتمنى تكون مفيده ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشاركوه مع اصدقائكم بحيث اكبر عدد يستفيد.